بلاتي سلام، صباح الخير عليكم، صباح الورد، صباح النشاط وصباح الشمس في التراس، صباح الحرارة في نادي. أنا البنات حبيت نبدأ معكم الفيديو، نبدلو شوية نبدأ معكم بالورود والمناظر الجميلة. تستمتعوا تمشوا معايا على الصباح، مي واسك كتشوفوا الفيديو في الليل ولكن استمتعوا واخا هكاك. صافي البنات، أنا غنشارك معكم روتيني ديال النهار اللي هو موجودة في اوريدي داكشي حاطة في الطبل، لأنه ساهل. صيفت غير واحد لاصوص ديال العدس ودرت هنايا الخضر مشوية كيفما غتشوفوا معايا. هما دايرين غنديروا غير كوتليت وشويه مع شويه قرعه حمراء، شويه باذنجان هكا كنجبوا، هذا جميل رقيق وزوين صغير. قلت انا نديروا حتى هو على جوج هكا حليتو صافي. وهانتوما كتشوفوا معايا وجدت كلشي عاد بديت معكم الفيديو. ندير لكم هكا روتين مختلف، نبدلو شويه، مابقاش نبدا معكم دائما من الكوزينه ونبداو ديما من التحضيرات. كما قلت لكم بان داكشي اللي كندير هو نفسه، فما كاينش نبقى نطول عليكم في الفيديو. يعني مشاوي راهم دازا وليتو عارفين الروتين ديال الاكل ديالنا كيفاش داير. قالت لي واحد نحلة ولا زرزور ما عرفتش كيدير داكشي، قلت لها صحوا لي داك النون وبعث لي ما شنايا. مشات الحبق وباش ايمن كيعجبني بحال داك الحبق باش نتسمى الريحة ديالته. وانت هي تانستالات فيه وانا نزومي عليها باش تبان ليكم. عرفتو هادي انا حمقتني غتولي بحال الصفرا من بعد، تولي منظر خطير. صافي انا رشدتو معايا شحال د الشمار باش يالله يتشعل على راحتو، باش نبدا نشوي ديك الخضار ولا كيجيبو بعد كنشويو اللحم وداكشي. انا غنزوم ليكم على زهير الحشره. هي ماشي حشره، واش نحله ولا ما عرفتش شناهي. نحله وعرفتي بانت ليا انا ماشي نحله، انا نحله عجن الا نحله عرفتو تموت بالضحك. شوفي بنت عرفتو كنزوم عليها كنقول يا ربي تبان مزيان من بعد في الكاميرا. بقيت شحال وانا كنلعب انا وياها لا. صافي البنات، انا فاش كيشعل الجمر راني كنكاس نهبط هذيك اللعيبه ديال الفنجان، كنشد عليه حتى كيبدا يطيب. من بعد كنهبط هذيك الشبكه وكنخليه يطيب على راحتو، كنسد عليه وكنسد دوك المروحه تاع الفرفارات اللي دايرين في الجناب وصافي كيطيب بسهوله. انا كيف كتشوفوا درت اونطري ديال السلطه، هذيك ديال السلطه الحساء ديال العدس، عرفتوا ديك لاصوص ديال العدس. وما بغيش يحلف، ما بغى يجيني المذاق ديالها بحال نفس اللي كنت كناخذ في دبي. عرفتي في دبي كيحطوها لك هي اونطري، كتبقاي تاخذي الاولى والثانيه وتزيدي كتعاودي تقولي جيبوها لك، كتحمق. ما عرفتش واش ما كيجينيش المذاق ديالها نفسه هو. هانت كيما كتشوفوا معايا هذه هي الطبيله، راكم كتشوفوا حطيت والمشاوي كيف جاوا. وداك الطاجين كان فيه شويه ديال اللحم مع هذاك المشمش وداكشي تا هو درتو يسخن وصافي. درت حدا هنايا الكوتليت والخبز تا هو ولينا كنسخنوه تما وصافي. هانتوما خليكم مع باقي الفيديو، ما ندرتوش طويل بزاف اليوم باش ما يجيكمش ممل نفس الروتين. ولكن اللي كيبغي يشوف هاد المناظر يتفرج يكون مره مره الفيديو خفيف طريف. وصافي البنات، هنا في العشيه خرجنا دانا لاكوتي في التراس انا وماما. ساعه داك البيني لقاتو ماما وجابته هو في الشفنج، ما نقولش لكم العجينه ديال الشفنج دايرين بها البيني، حالته كله فيه سميتو هذيك البابا من الداخل ومية الدم. قلت لها البيني اللي انا صوبت داك النهار صراحه زوين. وصافي بقيت جالسه كندير ريسيف هذوك الفناكيش باش يتدرساو شويه ساعه لا حياه اللي منتو عندي بالحق. في الاخر كنلبس نظارات ونادي وما يحشموا وما يفهموا راسهم القضيه حامضه وما يشدوا الارض. تي بحالهم بحال المغاربه حتى تهزي الصنداله هادي يشدوا الارض هادي حشمه. كوكو غزالتي نسالي تخيلو. المهم قلت نبان على الاخير في الاخير ديال الفيديو زعما. شوفوا البنات اليوم درت الحنه يلا دوش تخيلو مني فقت وانا دايراها. طبعا دايراها مع النفقه مع زيت بودره مع زيت الارغان، يعني ما نخافش واخا نخليها وقت طويل. شوف حيت بدا كيرجع لي داك الاشقر اولا داك اللون فاتح، اضطريت انني نرجع نديرها باش يرجع لي اللون يتقاد. ما عرفتش كيفاش نبين لكم اللون، عندي شي بلايص اللور باقي فيهم الشهب. حيت خاصني ديما فاش ندير الحنه نديرها نوصلها الاطراف كاملين، سينو كتبقاش اللون خارج في جهه وجهه لا. ايوا صافي البنات، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نوريكم شعري مزيان مع الاضاءه ولا مع الضو. شفتوا هذا اللون ديال الشعر طبيعي، شوفوا الخلفه شوفوا شعري. قلت لكم البنات اهم حاجه ان شعري بدا كيرجع كما كان. شوفوا الخلفه هاي فين كتبان لكم،
بلاتي باش تبان. شتو شتو شوفوا هاد البلايص اللي كيكونوا خاوينها هما الشعر بدا كينمو فيهم. شتو شتو خصني ندير هكا على الإضاءة حيت واقفة عند البولة. وصافي المهم شعري كيما قلت لكم شحال هادي انا عطيتي من الصبايغ ومن الاشقر يرجع كيما كان. يرجع شوفوا هو بدا كيرجع الحيويه ديالو. وصراحة اللون اللي في لي غاسين اللي هنايا زوين. اوكي وكيف كتشوفوا باقي هاد الكارثه ما تصوباتش لان ماما قالت الحانوت ديال السيد اللي كناخذو عنده داك الشيء اللي خديت عنده داك البابي باقي ما حلش. العيد بزاف اللي باقي ما حلش. شوف كازا كازا راكم عارفين اغلبيه الناس كيكونوا عايشين على برا كازا وملي كيمشيو مع العيد كيطولوا باش يرجعوا السوق كنعانيو. فانا غير السوق هو الاخر باقي ما حالينش. كاينين ماي الخضره قليل الخضره بغينا الحوت ولا هذا نبدلو شويه طلع لنا اللحم والدجاج في راسنا. حنا ما خديناش الحوت مع العيد ما كنبغيوش الحوت كونجلي بركه اللحم والدجاج كونجلي. هذا حاجه عندنا الحوت يتكل من الثلاجه نزل اللحم والدجاج كيقد يصبر. وصافي كيف ما كتشوفوا هذا هو الفيديو ديال اليوم ما كانش فيه بزاف الحاجات انما خفيف طريف. وصافي يلا نخليكم على خير تهلاو في راسكم ونشوفكم في الفيديو الجاي. كنت باغا ندير شي ماسك معكم لوجهي ساكست عرفتو ملي كتشدو شي كتكوني ساده كلشي الحراره كتحسي براسك كتولي غتقطري. يلا تهلاو في راسكم نشوفكم في الفيديو الجاي. كي البنات ما قلت لكم واحد الحاجه غادي نجرب هذا الماسك هذا ديال دكتور جارت بلاس. جو بونس معروف في اليوتيوب بزاف واش بغوني نشارك معكم اولا ندير لكم ريفيوز عليه اولا لا. المهم انا في كيت الاحوال غنزل واقيلا شورتس يكون غير فيديو فيه 58 هكا ثانيه ما يكونش طويل. غنزلو شورتس في اليوتيوب فلما لقيتوش في هذا الفيديو هذا يعني لما درتش لكم ريفيوز عليه دابا غتلقوني كيفاش درتو واستعملتو. سينو راه معروفين كاين فيه بزاف الاشكال. طبعا هو ماسك يكون بحال هكا دار هكا عندك الماسكات. انا بغيت ننزل الشورتس باش نديرو بحال داكشي اللي خارج دابا ديال اسمر اسمر زعما ماشي اصبر بالعربيه كنقولوا لازم اسمر. بغيت نديرو بحال هكاك بديك الطريقه سوا غتلقاوه في الشورتس في اليوتيوب اولا ستوري في الانستغرام اولا في سناب شات. سينو كيما قلت لكم هذا راه زوين البول هادو كتلقاي هاد الماسك بالموف بالخضر بالزرق وبهاد الليموني. هو كل واحد كيكون عليه شي خاص فهمتوا. انا اللي عندي هذا حتى غادي نقدر ما عرفتش والله بغيت واش نديرو لكم هنا ولا نديرو بوحديتو. المهم عرفتوا شنو حيت هو في الصراحه كاين في سيفورا غالبا حتى حد ما يقدر ياخذوه هنا من المغرب. جو بونس سيفورا ما كايناش في موروكو مول كاينش هنا في المغرب ف ياك ما كايناش حيت اختي كنسمع ديما كتلقى معاناه باش تاخذ برودويات من سيفورا الوغ فاش كتمشي كتكيل داكشي اللي كيكون خاصه كتجيب نص الباليزه غير برودوي فما نضرش كاينه داكشي علاش كاين هذاك كيشريو الناس بزاف في الانترنت وكاين هذيك الويب سايت اللي حنا درنا ولكن لقينا فيه واحد البروبليم الوغ حتى نعاودو نفيكسيو. اللي بغا شي حاجه كيطلبها اونلاين ولكن ملي كيدخل يديرها ما كدوش ليه لا كوموند ما عرفتش علاش. دونك هادشي اللي قالت لي واحد البنت في انستغرام ومني جربت حتى انا ندوز شي كوموند باش نشوف شنو هو البروبليم لقيت نفس المشكل لانهم برا الويب سايت اللي دارت اختي اغلبيه كيتعاملوا باي بال. باي بال ماشي كلشي في المغرب عندهم باي بال سينو غنشوفوا نلقاو شي حل. غاتمين قالت العبشه غنشوفوا نلقاو شي حل نديرو هذا فيزا ولا ماستر كارد ولا شي حاجه. ولكن قالت لي اختي حيت حنا باي بال قالت لي مضمون عندنا بزاف كيستعملوه. قلت لها حنا عندنا كيخدموا باغلبيه الدراري جو بونس با كتلاعب الناس كيكون عندهم باي بال. ف دونك الا كان شي حد كيدخل الويب سايت ديال امريكان جوديز شوب امريكان جوديز شوب اللي هو كنت هضرت لكم عليه شحال هذه كتلقاو فيه المنتجات ديال امريكان طيب انه ما يقدرش يدوز لا كوموند لانه خاصو يخلص باي بال ولا حاجه يتواصل معايا انا في انستغرام اولا مع الصفحه اللي عندنا في فيسبوك ولا في انستغرام ولا هنايا باش نلقاو الحل اولا نشوف الا كانوا برودكت عندي واجدين راه غنصيفطهم ليه من هنا من المغرب. سينا داك المشكل غنحلوه. اوبس كيف قلت لكم هذا ديال سيفورا حيت دابا ملي جيت كنستعقل انه حنا علاش درنا اصلا داك الويب سايت لان ما كاينش منتجات ديال سيفورا وامريكا ما كتلقايهمش هنا فداكشي علاش. سو هذا من سيفورا ف
ما عنديش ريفيوز عليه لان كما قلت لكم هذا هو المشكله. ملي برا كنصحو ياخذوا يدخل يتخلب عليه في اليوتيوب، كاينين بزاف الاشكال والالوان، والالوان دكتور جارت معروف دكتور جارت. زعما كنطق عليكم بالانجليش ولا ولا وصافي. يلا تهلاو لي فلوسكم، نشوفكم في الفيديو الجاي. وهادو باقي حيره فيهم واش نلصقهم واش نديرهم هنايا واش نديرهم حدا، واش نديرهم هنا في هذه البلاصه اللي غادي نكونوا كنديروا فيها ميك اب توتوريال، ولا نديرهم لهيه فين غتكون حدا راسي زعما ونحيد هذوك الاخرين. باقي حيره، البيت راه باقي ما كملش، وباقا باغا ما ندير لكم تور في بيت كوثر، ما حيت هي مسافره مرون ماشي مرون، حوايجها اللي كانوا مصبنين وداكشي ماما جمعتهم طويتهم حطيتهم زعما فوق المزيت الوقت اللي تجي وترد من راسها. دخلت زعما جلست نشوف واش ندير لكم شي تور. الا كنت غنديرو خاصني نحيد دوك الحوايج ونقاد داكشي باش نوريكم. جو بونس نخليها تكون تقربت تجي تكون هكا ماما جمعت لها البيت وقادتو، يبقاو لي غير الحوايج نجمعهم شي حاجه حتى ندير لكم الجوله ونرجعوا له. هذا هو الحل اللي كيبان لي يبقى. وصافي تهلاو فراسكم، مشي نجمع شعري مع السهد لا يستحمل تخلي شعرك مطلوق. يلا درت لكم باي وعاود رجعت. ناويه ندير عفتو ملي كتخرجي من الحمام ضروري كتبغي ديري شي ماسك حيت كتكون لابون نقيه والمسام محلولين وداك، كنبغي ندير شي ماسك نستفد منه. فقلت عجزت ندير ماسك نصوبو معكم، كنت باغي ندير شي حاجه فيها كولاجين وهذا وبزرعة كتان ولا شي لعيبه، عجزت نمشي عند مطحن وعند نقاد وهذا. فبان لي هذا الماسك هذا عندي شحال وانا باغي ندير بيه فيديو، قلت علاش ما نديروش. الا درتو ماشي كامل في الاخر تلقاوني حيت باقي الكليباتي مشهورين فوق بصح كنخدم نبطو من عسو. فقلت لكم قلت لكم باي باي، بديت كندير في المونتاج وانا نقول اجي ندير هذا دابا ولا نخليه من بعد ولا شنو. يلا تلاو باي، نشوف معاكم نقول باي باي.